بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المشاهدين مشاهدي قناة الرياضية الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة تطوان، وبالضبط من ملعب ثانية الرمل، أين يستقبل المغرب التطواني ضيفه الفتح الرياضي برسم منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. بالنسبة للطاقم التحكيمي الذي سيتولى الإشراف على تحكيم هذه المقابلة الكروية، وفي هذه الأثناء الحكم يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. كرة على مستوى خط الدفاع، أيوب المدن، إلى أين سيرسل الكرة أيوب؟ فرصة لفائدة لمصلحة المغرب التطواني، المرور، التحضير، ضربة رأسية من باب إنسا، تصل بسلام بين يدي حارس المرمى أيمن ماجد لحذيفة الوادراسي من جديد، إمكانية الوصول لكن يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع في الوقت المناسب. كرة طويلة من عبد الصمد ماهر، دائما للمغرب التطواني في فرصة جديدة، كرة طويلة، ضربة رأسية والهدف، ضربة رأسية والهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء. ينجح المغرب التطواني في الحصول على الأسبقية والتقدم، فرحة كبيرة، فرحة هستيرية هنا في المدرجات، مدرجات ملعب ثانية الرمل، بهذا الهدف الجميل الذي سجله الفريق حاصلا على الأسبقية والتقدم. بعد ذلك سنمر للجولة القادمة، هنا فرصة خروج حارس المرمى، إمكانية التسديد، الفرصة ما زالت متواصلة، والهدف، الهدف الثاني للمغرب التطواني، الهدف الثاني في الدقيقة 43، ينجح الفريق المضيف في الحصول على هدف آخر. يحصل الفريق على الهدف الثاني، أيوب الودراسي ينجح في إسعاد العشاق هنا في ملعب ثانية الرمل، تصبح النتيجة هدفان اثنان مقابل لا شيء. أنس باش باحثا عن الهنوري جيمس أجاكو، فرصة التسديد، التدخل من الدفاع، ياسين لامين خطأ، ياسين لامين خطأ للمغرب التطواني. عبد الصمد ماهر أو هلال الفردوسي، فرصة، الكرة تصل لحارس المرمى، في هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف المغرب التطواني بهدفين اثنين مقابل شيء أمام الفتح الرياضي. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. ينطلق الشوط الثاني في هذه الأثناء، على يسار الشاشة الفتح الرياضي، على يمينها المغرب التطواني، هدفان اثنان مقابل شيء، تقدم للفريق المضيف. بلال المقري، كرة في وسط الملعب، أيوب نناح، وصلت لصلاح مصدق، كرة خرجت تماس، الكرة تجاوزت الخط تماس، جيمس أجاكو يتدخل، كرة طويلة من جيمس، حمزة الهنوري، حمزة الهنوري، التسديد، يسدد حمزة الهنوري
هي الفرصة الأبرز بالنسبة للفتح الرياضي في هذا الشوط. كان قريبا الهنوري، هنا تأخر الهنوري. تنفذ الركنية، باب إنسا باتشي يتقدم، باب إنسا فرصة، مازالت الفرصة متواصلة، التسديد لكن حمزة المدن بذل مجهودا كبيرا في اللقطة الماضية وتمكن من إيقاف السنغالي باب إنسا باتشي. الذي لم يكن موفقا ولم يتعامل بالطريقة المطلوبة مع الفرصة الماضية. العودة لصلاح مصدق، باب إنسا باتشي يعاني من الإصابة. حمزة الهنوري، الحكم يعلن عن ركلة جزاء، ركلة جزاء للفتح الرياضي في الدقيقة 82، فرصة ذهبية للفتح الرياضي لتقليص النتيجة. سنرى ما الذي سيحدث. خطأ فادح يرتكبه مدافع الفريق في انتظار الضوء الأخضر من محمد البارودي. هنا الضوء الأخضر، التصويب، التسديد، يسجل أيوب نراح، يسجل الهدف الأول للفتح الرياضي في الدقيقة 84، تصبح النتيجة هدفاً 2 لهدف وحيد. فرحة عشاق الفتح الرياضي، جماهير الفتح الرياضي التي تنقلت من الرباط. قد يدخل الغطاس في الدقائق القادمة، حمزة الغطاس هاجم الفريق. أحد اللاعبين سقط على الأرض. هنا اللقطة الماضية، أمين التدخل من حارس المرمى في هذه الأثناء. الحكم يعلن عن نهاية اللقاء بفوز المغرب التطواني أمام الفتح الرياضي بهدفين 2 مقابل هدف وحيد ليحصل على النقاط 3 ويرفع رصيده من النقاط ل10 نقاط